ياك حنا تيهمنا مصلحه الفريق كلنا كتهمنا مصلحه الفرقه يعني كاينين مناوشات كاين شي حوايج دخلاء على الكره ولكن ملي كتشوف الفرقه انها الحمد لله غاده على واحد الاستقرار وغاده على واحد على غاده بالفيكتوار وان حتى الجمهور تنطم راه ما كرهناش ان شاء الله نبقاو غاديين في هذا الطريق ان شاء الله وما كرهناش حتى تكون اذان صاغيه للجمهور الجمهور راه تيعبر في الباج اوفيسيال ما تطلبوش شي حاجه كبيره الحمد لله يا الباج اوفيسيال محلوله كيتعبر كيعبر لواحد كما بغى اول مره كنشوف الرئيس غادي يدير هي هذه شوف الدور اول واحد غيهز اين الرئيس السي رئيس كاين الرئيس وكاين السي خليل كاين السي بوسقيف كاينين الناس الاداريه اللي التحقوا بالفريق هذا العام اللي عطوا البصمه ديالهم حتى هما تنشكروهم تنشكروا اي واحد تنقولها يعني مهما طرا وجرى ان فوا نشوفوا حنا الفرقه ديالنا واقفه شاعله وكتلعب الكره وداك الشيء اللي بغينا كاين يعني راه تقدروا تسمحوا في الاخطاء ديالنا نقدروا نسمحوا في شي حوايج علاش لان من المبادئ ديالنا لا الجمهور ولا الالتراس تيقول لك هو مصلحه الفرقه ومصلحه الفرقه انك ما تدخلش باش تهرسها ولا باش تزعزع على الاستقرار ديالها السيد الرئيس ما عمرنا سمعنا صوتو الحمد لله اللي سمعنا صوتو دابا وهكا حنا بغينا الفرقه ديالنا بغينا الفرقه تنفتح ماشي غير مورا الماتش مثلا فاش على الرباح ولا على الخساره يعني بغينا حتى هادشي يكون حتى في السونتر يعني حتى الاعلامي يدخل يبقى يشوف دوك يشوف السونتر سبورتيف يدير انترفيو مع اللعابه يعني جو يعني ان اصلا بخلاصه القول الفرقه فريق الجيش راه ماشي فريق ديال واحد الفئه فريق الجيش راه خلقوا الحسن الثاني الله يرحمه المغاربه كاملين قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب بارتاجيو الفيديو ديرو جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.